ثلاث دفاعات مسيرة زي الجمعة، حوالي 10 إلى 15 منها إسلاميين، أما بقية المسيرة كلها أعداد ضخمة جدا متعددة الطوائف والأفكار والأحزاب والروح السياسية، معظمها من الشعب المصري. إن شاء الله يوم عن يوم هذا التظاهر ضد الانقلاب وهذا الرفض للانقلاب يزيد. واقف في الوقفه اللي بنطالب فيها بان السيسي يمشي. اللي زعلني طبعا ان هو بيفهموا بعض الناس ان احنا ارهابيين واحنا سلميين، دي اكتر حاجه. واللي زعلني طبعا ان هو بعد كده قال ادوني تفويض عشان احارب الارهاب، وهو ما فهمناش ايه هو الارهاب ده، ما اداش مفهوم صحيح لهذا الارهاب. ايه راي حضرتك في اللي بيحصل في سينا؟ اللي بيحصل في سينا حاسس ان هي تمثيليه. حاسس ان كل اللي بيحصل ده تمثيليه من المخابرات الحربيه. طب وليه المخابرات الحربيه تضطر ان هي تمثل علينا؟ هي دي طبيعه الحربيه، دي جنون كده، هي طبيعتهم كده. ان شاء الله غصب عن اي عسكري وعن